من اللي هنعمله النهارده ارنب، وهو في اللحوم الارانب اكتر حاجه ما بتعملش حراره في جسمنا. خليني بقى اقول لكم ان احنا الاول هنحطه في دقيق بس او لاي حاجه ملح وفلفل، والدقيق ده هنتبله. حتى لو هنحط هنا في الدقيق ملح وفلفل ما يمنعش ابدا ان الواحد في الحاجات دي يكون قبلها بشويه وقت قبل ما يعملها رشش رشه ملح وفلفل في اللحوم، مش كل اللحوم يعني اللحم البقري حسب القطعيه، مش كل اللحوم حسب القطعيه في اللحم البقري، لكن في الحاجات اللحوم البيضاء بينفع قوي ان احنا نرش رشه ملح وفلفل، بتفرق معانا بصراحه، بيفرق في الطعم. خليني اقلبه. كون ان احنا هنتبل ده بدري شويه او يعني هنحط عليه نرش عليه ملح وفلفل بدري شويه، ده مش هينفي ان احنا دلوقتي كمان هنتبل الدقيق. هنتبله ايه ده؟ زعتر. والملح والفلفل هنا تاني على الدقيق. وايه تاني؟ ده بصوا ده ايه؟ ده مستردة او خردل مطحون. ده خردل مطحون. بس اللي يخلي الدقيق نفسه يبقى طعمه حلو. مطلوب بقى ان احنا الارنب ده نعمل له كوتينج او يعني نغلفه بالدقيق. بيدي شوية قرمشة. بتبقى مهم قوي ان احنا ننفض الحاجة النافضة دي، بتفرق كتير قوي لما بنيجي نحمر الحاجة لما بيبقى يعني مطلعينها مليانة دقيق بتضايقنا وقت التحمير، بتحرق الزيت. طيب احنا هنا الزيت اكيد سخن واحنا جاهزين دلوقتي. هتأكد مرة تانية ان انا مش عايزة الزيت يتحرق، فهتأكد ان انا منفضة ده كويس قوي. بصوا دي النار عليت بقى هتنزل. خلصنا، وبعد ما تشوح رحنا حطينا عليه مرقه، شويه مرقه. اللي هو ليه بقى مش عايزين مش مرقه هنشرب يعني، بس اللي يعمل لنا البخار اللي انتوا شايفينه ده اللي احنا كاتمينه كده علشان الارنب يستوي، لان هو التشويح يعني مش هيسويه. احنا لو عايزينه مثلا هيستوي غير تشويح كنا هنحمره تحمير غزير زي ما بنعمل في الفراخ المقليه، بس احنا كده التشويح مش كفايه يعني، بس بيغلفوا وما بيستويش من جوه. فهم شويه المرقه اللي احنا حاطينهم هياخدوا يعني بياخد مثلا من 20 ل 30 دقيقه. انا مش عايزه زي ما قلت لكم ميه كتير، مجرد الميه اللي هي تعمل البخار اللي لما نكتمه كده في تلت ساعه بيكون الارنب ده استوى. احنا فوتنا شويه وقت، يبقى دلوقتي خلاص بعد ما اطمنت انه استوى ممكن اطلعه علشان في نفس المكان هعمل الصوص. هروح هجيب هحط الساور كريم، وزي ما اتفقنا هتاكد ان هو ما يغليش، فهوطي النار من دلوقتي. عايزه اهي الساور كريم عايزاها تسخن، بس ما توصلش ان هي بتبقلل يعني، ما توصلش ان هي عامله فقاعات الغليان دي. هتاخد كام دقيقة ان هي تسخن بس لانها باردة جاية من التلاجة. العيدان دي مش عايزاها. نعمل ايه بقى؟ نحط البقدونس. حاسة انه هيحتاج حتة فلفل وحتة ملح. ونرجع بقى. بس احنا الفكرة احنا اخدناه عشان نرجعه لما يسخن، يعني نسخن الصوص ونرجع الارنب فيه.